يسكنه الفرح وتتملكه الحركة وهي نقيضة السكون والجمود والموت، عناوين حياتية جعلت رؤاه الفنية تدور في فلك المسك بالحركة وتثبيتها ومن ثم محاولة نحتها. تلك عصارة تجربة الفنان التشكيلي هاشم مرزوق وروحها، وهو الذي يقيم معرضا فنيا برواق صلاح الدين بسيدي بوسعيد. المعرض هذايا الزبدة نتاع عمري الكل نتاع 70 سنة، وانا ديما زاهي وديما المعرض هذايا حطيت فيه فرحتي الكل والحركات منحوتات نتاعو حسية وفي حالة تحرك مستمر، هذاك هو يتميز على غيره. مرزوق الذي تخرج من مدرسة الفنون الجميلة بتونس وحاور كل المواد من رخام وخشب وبرونز، فاز بالمسابقة العالمية الخاصة بإنجاز تمثال الرئيس الراحل بورقيبة، الزعيم الذي كان يباغة مرزوق بزيارات فجئية لمتابعة ما يفعل به في ممارسات فنية نحتية. من مرة قال لي الحصان ناقص شوية شهامة، هز الرئيس راهو، قال لي، قلت والله عندك الحق، مشيت بغدوة جيت بكري قبل المجمعة وطيحت شطر الكرومة نتاعو وعودت له وعطيته شهامة اللي هو فخور بالرئيس. رئيس أراد من جاء من بعده كسر رمزيته بنقل تمثاله إلى مدينة حلق الواد لعل نسيانه يلفه. وذات عيد استقلال وبعد ما يقارب 30 سنة يعيد الرئيس الراحل الباجي قيد السبسي التمثال إلى قلب العاصمة في حفل رسمي حضرته عائلة الزعيم ممثلة في ابنته هاجر بورقيبة. جاتني هاجر قالت لي يودي شبك مال، قلت لهم ما خلونيش ندخل، مشات للرئيس قالت له تير سكلتور ما خلوهوش يدخل، قال له انتي انا ما نحكمش في روحي. قعدت بعد لي قعدت بكيت قلت خلي سالوني شبيك، قلت لهم عرس ولدي ومتصدر والناس فرحانين ودشنوا فيه وانا قاعد ما خلونيش ندخل. انجذب مرزوق إلى عالم بورقيبة فخلد ذكراه في عدد من المدن التونسية كاتبرقة وجابس التي انتصب فيها الزعيم بلباس أوروبي تونسي في تصور للزعماء الآباء يحمل رمزية الأصالة والانفتاح والحداثة. تو ملوحة في دبو تاع بلدية حشك اللي وسخ عليها والواحد ما قيتش شكون ينجم يهزها مغادي وينظفها ويحطها في 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 بقعتها. تلك نافذة على حياة نحات وصف بفذ سجنه تمثال بورقيبة، تمثال بكاه نحاته مرتين في التنحية وفي الإعادة، نافذة عن تجربة فنية مبهجة ورائدة بمواصفات إنسانية قد تكون تاريخية.